وقد قام عدد من الخبراء من منظمة الصحة العالمية بجولة لمنطقة علي في سبيل اعتمادها مدينة صحية، يرافقهم السيد علي عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية. جهود متواصلة تبذلها المحافظة الشمالية طوال الشهور الماضية، ودور بارز وهام يقوم به العاملون بالمحافظة مع كافة الجهات ذات العلاقة بعزم وإصرار لاعتماد علي كمدينة صحية عبر الجولات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية لتوثيق المعلومات الداعمة للبرنامج لاعتماد منطقة علي مدينة صحية. اختيار علي من أجل اعتمادها كمدينة صحية يأتي امتداد للمشروع حضارة دلمون التي أقيمت في هذا المكان من 5000 سنة، وهذه يعني نتيجة لم تأتي إلا باتخاذ سياسات أن الصحة للجميع ومن الجميع، وبالتالي احنا رؤيتنا أن احنا كمحافظة شمالية تأتي بتوجيهات معالي وزير الداخلية الله يحفظه، باعتبار يعني أن ضمن توجيهات الكريمة لأن المحافظات تكون كلها أغلبها صحية. من الواضح في العروض التقديمية اللي شفناها الصبح والزيارات الميدانية أن المشاركة المجتمعية متميزة جدا هنا، غير أن كمان بعض الابتكارات، يعني مثلا عملوا زي إلكترونيك، منصة إلكترونية بحيث أن كل الملفات وكل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات ومحاور المدينة الصحية، غير أن طبعا الخدمات كلها متوفرة. قصص نجاح يرسمها أبناء البحرين في منطقة علي من كل حدب وصوب لتوثيق منظمة الصحة العالمية النجاح في العديد من المجالات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتسهم في ترسيخ المكانة العالمية للمملكة. حرفة الفخار أو فن صناعة الفخار تعتبر كرمز أو علم لهذه القرية، يعني لما تقول عالي سيدي تبادل الإنسان أو المواطن أو الساح اللي هي حرف فن صناعة الفخار، فأصبحت كرمز أو علم لهذه القرية. طبعا الجامعة العربية المفتوحة يعني في حد ذاتها وجودها في هذه المنطقة هو دعم للمدينة الصحية، لأن المدينة الصحية بمفهومها الواسع تتضمن عدة محاور، من أهم هذه المحاور التعليم وتنمية المهارات وبناء القدرات. مركز جنان الطبي كان له دور كبير في نحو عالي مدينة صحية، كان لنا دور في الشراكة المجتمعية حيث أنجزنا الكثير من الفعاليات بالتعاون مع المحافظة الشمالية، أهمها كانت فعالية السكري. المحافظة الشمالية سعت بكل طاقتها إلى التطوير وسابقت الزمن من خلال وضع الصحة على رأس أعمالها، وقامت بتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تجعل من مملكة البحرين سباقة، فالبنية التحتية القوية عكست التحسين المستمر في الجودة المقدمة وفقا لرؤية مستقبلية واسعة النطاق في سبيل تحقيق اشتراطات ومعايير المنظمة العالمية في منطقة علي. في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجلات مملكة البحرين في المجال الصحي والتنموي والاجتماعي، محطة مختلفة عبرت خلالها المحافظة الشمالية لتتكلل جهودها بنجاح عبر اعتماد منطقة علي اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.